ذات أخيرا جامعة الدول العربية علقت على حادث الطائرة الروسية، وقال السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة أن اللي بينتشر في بعض وسائل الإعلام الغربية عن أسباب الحادثة مجرد تسريبات وتحليلات حاولت بعض الأطراف استغلالها لأغراض المساس بمصر، وأن مصر دولة عربية ويجب على الدول العربية مساعدتها. طبعا أستاذ صلاح، حضرتك شايف إزاي ممكن يكون دور الجامعة العربية، صحيح هو اتأخر شوية لكن في الآخر في موقف، ازاي ممكن يساعد عشان نقدر نوقف كل هذه الابتزازات؟ طيب نساعد ازاي؟ اولا جامعه الدول العربيه لما تطلع البيان بعد 8 ايام من حدوث الحادث والناس والرغي والهري اللي موجود في دول العالم كلها، وانا لسه بعد 8 ايام، هو ده حال جامعه الدول العربيه، قال حال المترهل والمتردي وخلاف. انما نقدر نساعد ازاي؟ مفروض جامعه الدول العربيه تقوم بتوصيه لجميع الدول العربيه، احنا داخلين على مواسم سياحه موجوده، انها تقوم بزياده عدد الطائرات ليها، خاصة لمنطقة شرم الشيخ وسيناء ومنطقة الغردقة والأقصر وأسوان اللي هم السياح بيجوا لها من الخارج. بتفرض على جميع الدول بتاعتها، مش بتفرض نوع من الفرض، إنما نوع من الوقوف والدعم والتأييد والمساندة إلى مصر بإن السياح يجي لها خلال الفترة القادمة. بتقول للدول اللي هي قامت بسحب الطيران بتاعتها إنها بتعلق مصالح اقتصادية معاهم في حالة عدم عودة الخطوط الطيران إلى جمهورية مصر العربية. ده لو الدول العربية عاوزة تقوم بالكلام ده.